انا ساعه دي اول مشكله ليا دي اول مشكله ليا في المجال ودي كانت ساعه غلط وانا طبعا عمرها ما هتتكرر تاني وانا من قلب النقابه انا بتاسف للنقابه وبتاسف لكل طبال وكل عازف وبتاسف لاي حد وجمهوري ان هم سمعوا مني اي الفاظ وبعد كده ان شاء الله انا بقول مش هتتكرر. ناس كتير عارفه العلاقه اللي بينك وبين رضا البحراوي فازاي يعني ليه ما وصلتوش يعني ليه ما حلتوهاش من اول بدون الفيديوهات؟ رضا اخويا وحصل سوء تفاهم والحمد لله واحنا ما فيش اي حاجه. في ناس كتير على السوشيال ميديا يعني برضه خدت بالها من فكره ان انت بتطلع من بني باك فبتقول ايه او بترد على الموضوع ده ازاي؟ لا انا الناس كلها عارفه انا بطلع في التلفزيون معايا فرقتي وبطلع بشتغل لايف بفرقتي بس على حسب الراجل الزبون لما بيطلب حسن بفلاش انا بروح له بفلاش لما بيطلبني فرقتي بروح له فرقتي واكيد مصر كلها عارفه ان انا بطلع على التلفزيون ومعايا فرقتي مفيش لقاء في التلفزيون من غير فرقه انا طالع في اي لقاء التلفزيون بطلع في فريق انا على حسب الشغل حسن لما بيتم الحفل انت بيطلع يعمل حفل بيخلي بلاي باك ليه كده يعني انت طلعت من يومين بسحر راس بس دماغك ورا شويه انا دلوقتي دماغك ورا النقابه وقفاني انا بحترم القرار النقابه ليها ان هم ان انا ولا امسك مايك ولا اطلع على الستيج تمام انما انا جمهوري ناداني رحت واقف كنت واقف على الترابيزه كمان مش واقف على الستيج كنت واقف رحت طالع رحت مسلم على جمهوري ورحت ايه رقصت معاه شويه وخلاص انما انا محترم قرار النقابه ولا مسكت مايك لغايه دلوقتي ولا اي حاجه وتقول ايه استاذ هاني شاكر؟ هقول استاذ هاني شاكر طبعا احنا طبعا بنتاسف ليه وبنتاسف للنقابه وبنتاسف لجمهور مصر كله اللي سمع مننا اي ساعه وان شاء الله مش هتقول الوقت ده هيأثر عليك فعليا يعني في الحفلات وكده ولا اللي ربنا عايزه بقى ولا ان شاء الله. ليه اصلا تطلع تقول حاجه زي كده؟ انا ساعه دي اول مشكله ليا في المجال ودي كانت ساعه غلط وانا طبعا عمرها ما هتتكرر تاني وانا من قلب النقابه انا بتاسف للنقابه وبتاسف لكل طبال وكل عازف وبتاسف لاي حد وجمهوري ان هم سمعوا مني اي الفاظ وبعد كده ان شاء الله انا بقول مش هتتكرر. ناس كتير عارفه العلاقه اللي بينك وبين رضا البحراوي فازاي يعني ليه ما وصلتوش يعني ليه ما حلتوهاش من اول بدون الفيديوهات؟ رضا اخويا وحصل سوء تفاهم والحمد لله واحنا ما فيش اي حاجه. في ناس كتير على السوشيال ميديا يعني برضه خدت بالها من فكره ان انت بتطلع من بني باك فبتقول ايه او بترد على الموضوع ده ازاي؟ لا انا الناس كلها عارفه انا بطلع في التلفزيون معايا فرقتي وبطلع بشتغل لايف بفرقتي بس على حسب الراجل الزبون لما بيطلب حسن بفلاش انا بروح له بفلاش لما بيطلبني فرقتي بروح له فرقتي واكيد مصر كلها عارفه ان انا بطلع على التلفزيون ومعايا فرقتي مفيش لقاء في التلفزيون من غير فرقه انا طالع في اي لقاء في التلفزيون بطلع في فريق انما على حسب الشغل حسن لما بيتم الحفل بيطلع يعمل حفل بيخلي بلاي باك ليه كده يعني انت طلعت من يومين بسحر راس بس دماغك ورا شويه انا دلوقتي دماغك ورا النقابه وقفاني انا بحترم القرار النقابه ليها ان هم ان انا ولا امسك مايك ولا اطلع على الستيج تمام انما انا جمهوري ناداني رحت واقف كنت واقف على الترابيزه كمان مش واقف على الستيج كنت واقف رحت طالع رحت مسلم على جمهوري ورحت ايه رقصت معاه شويه وخلاص انما انا محترم قرار النقابه ولا مسكت مايك لغايه دلوقتي ولا اي حاجه وتقول ايه استاذ هاني شاكر؟ هقول استاذ هاني شاكر طبعا احنا طبعا بنتاسف ليه وبنتاسف للنقابه وبنتاسف لجمهور مصر كله اللي سمع مننا اي ساعه وان شاء الله مش الوقت ده هيأثر عليك فعليا يعني في الحفلات وكده ولا اللي ربنا عايزه بقى ولا ان شاء الله. يعني انت ليه اصلا تطلع تقول حاجه زي كده؟ انا ساعه دي اول مشكله ليا في المجال ودي كانت ساعه غلط وانا طبعا عمرها ما هتتكرر تاني وانا من قلب النقابه انا بتاسف للنقابه وبتاسف لكل طبال وكل عازف وبتاسف لاي حد وجمهوري ان هم سمعوا مني اي الفاظ وبعد كده ان شاء الله انا بقول مش هتتكرر. ناس كتير عارفه العلاقه اللي بينك وبين رضا البحراوي فازاي يعني ليه ما وصلتوش يعني ليه ما حلتوهاش من اول بدون الفيديوهات؟ رضا اخويا وحصل سوء تفاهم والحمد لله واحنا ما فيش اي حاجه. في ناس كتير على السوشيال ميديا يعني برضه خدت بالها من فكره ان انت بتطلع من بلاي باك فبتقول ايه او بترد على الموضوع ده ازاي؟
لا انا ب... انا ب... انا الناس كلها عارفه انا بطلع في التلفزيون معايا فرقتي وبطلع بشتغل لايف بفرقتي، بس على حسب الراجل الزبون لما بيطلب حسن بفلاش انا بروح له بفلاش، لما بيطلبني فرقتي بروح له فرقتي، واكيد مصر كلها عارفه ان انا بطلع على التلفزيون ومعايا فرقتي، مفيش لقاء في التلفزيون من غير فرقه، انا طالع في اي لقاء في التلفزيون بطلع بفرقتي. انا على حسب لما بيتم ورا يعني انت طلعت من يومين لا مغنيش. راس بس دماغك ورا شويه. انا دلوقتي دماغك ورا. النقابه وقفاني، النقابه وقفاني، انا بحترم القرار. النقابه ليها ان هم ان انا ولا امسك مايك ولا اطلع على الستيج، تمام؟ انما سيدي. انا جمهوري ناداني، رحت واقف، كنت واقف على الترابيزه كمان مش واقف على الستيج، كنت واقف، رحت طالع، رحت مسلم على جمهوري ورحت ايه رقصت معاه شويه وخلاص. انما انا محترم قرار النقابه، ولا مسكت مايك لغايه دلوقتي ولا اي حاجه. وتقول ايه استاذ هاني شاكر؟ بقول استاذ هاني شاكر طبعا احنا طبعا بنتاسف ليه وبنتاسف للنقابه وبنتاسف لجمهور مصر كله اللي سمع مننا اي ساعه، وان شاء الله مش الوقت ده هيأثر عليه فعليا يعني في الحفلات وكده، ولا اللي ربنا عايزه بقى ولا يكون ان شاء الله.